اسمع اسمع اخليك تبكي اخليك تلطم. اسمعني اسمعني وراي وراي وراي. لا تتصرف من وحدك عليك الزهراء ام المصاب. يا حسين يا حسين اسمعني 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 يا معزي. اسمعني عليك الزهراء على كيفك مويا على كيفك. مجال يسع الصحن كبير. لا تضايق نفسك لا تتعذى. عليك الحسين صاحب المصاب عليك قمر بني هاشم. اسمعني افضل الاعمال الصلاة على محمد وآل محمد. رحم الله والديك. اهدأ اهدأ ابويا. ارجع لي ورا عندك مجال. ارجع لي ورا ارجع لي ورا عليك الحسين عندك مجال يسع. رحم الله والديك رحم الله والديك. عندك مجال. اذا ما تهدع ماكو مراسيم. الخلف يرجع لي ورا الخلف يرجع لي ورا الخلف يرجع لي ورا. رحم الله والديك. وين جاي؟ ارجع لي ورا يا ابويا. ارجع اروح لك فدوه. الخاطر الحسين الخاطر كفيل زينب. صرت مجنون في عشق عباسي. خذني بكفيك عباس لبيك. خذني بكفيك عباس لبيك. من عمق انفاسي على محمد خاتم الانبياء والمرسلين. السلام عليك يا رسول الله أيها المفجوع بولدك وريحانتك وحبيبك الحسين. فعما قريب سيدنا مولاي سيدنا. انسحبوا أبويا انسحبوا. هو من يشوفك بعد ما يهدى. الله يحفظك. انسحب أبويا انسحب. يترك الموضوع. انسحب أبويا انسحب أبويا. أخوان نبدأ مراسيم أم لا؟ يا حسين بولدك الإمام الحسين. فعما قريب ترى أوداجه وقد شخبت وثيابه وقد سلبت وخيامه وقد نهبت وعياله وقد سبيت. وعما قريب تسمع الحوراء تنادي وجداه ومحمداه. الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة. فاستقبلوا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين. السلام عليك سيدي ومولاي أبا الفضل العباس. السلام عليكم أيها الأخوة الموالون للحسين وآل الحسين. السلام عليكم أيها المحبون لأمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليكم وأبقاكم الله تعالى وحفظكم وسددكم وحماكم، ونسأله تبارك وتعالى أن يظلل عليكم بالأمن والأمان، وأن يجعل هذه الأجساد الكريمة العزيزة من الأجساد المحرمة على النار. أيها الأخوة الأعزاء، أيها السادة الأفاضل، تعودنا معكم في مثل هذا اليوم من كل عام أن نقف بخدمتكم ونتعلم منكم ونستغيث منكم، وأنتم تجددون عهدا لسيد الشهداء عليه السلام. أنتم تعلمون والأعداء أيضا يعلمون أن جمرة ومحبة الإمام الحسين عليه السلام لا تنطفئ من قلوب المحبين، ولذلك حاول من حاول أن يتصدى لكم في سالف الزمان، وأن يوجد حاجزا بينكم وبين أئمتكم الأطهار سلام الله عليهم بالخوف والقذف والتشريد والتنكيل والإعدام، ولكن لا زالت جذوة المؤمنين، محبة المؤمنين هي الأقوى وهي الأبقى، لأنها ارتبطت بسيد الشهداء عليه السلام. وأنا واقعا لا أعلم على وجه التحديد من ذلك الشخص الذي نادى وأوجد شعارا ولا زلنا نردده دائما، وهو يدل على التحدي. وأريد منكم الآن أن تذكروا هذا الشعار، ألا وهو أبد والله لا ننسى حسينا. الحياة في الدنيا والحياة في الآخرة، كيف ذلك؟ لاحظ الإمام الصادق عليه السلام، وفقط أعطوني بعض اللحظات لأسماعكم الكريمة. معاوية بن عمار شخصية عظمة، يدخل على الإمام الصادق ويرى الإمام الصادق ساجدا ويؤذن له أن يدخل فيسمع كلام الإمام الصادق. حديث طويل لعل أكثركم يحفظه، لكن فيه جمل مهمة لي ولك. من جملة الجمل يقول الإمام الصادق في سجوده، وأنتم تعلمون أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فكيف إذا كان الساجد هو الإمام عليه السلام؟
الملك يقول اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى ترويهم من الحرم يوم العطش. الإمام الصادق يدعو الله تعالى ويطلب منه يدعو أن هذه الأنفس وهذه الأبدان مستودعة. أبو بصير رضوان الله تعالى عليه له كلمة اسمعني، قال من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. قلت من هو؟ قال الحسين بن علي صاحب كربلاء. التفت من أتاه شوقا إليه وحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وحبا لفاطمة وحبا لأمير المؤمنين عليهم السلام أقعده الله على موائد الجنة يأكل معهم والناس في حساب. هذه منزلة إخواني، هذه منزلة زائر الحسين عليه السلام. زيارتنا اخواني نحن نزور الحسين هنا
ادعو الله تعالى أن يزورهم الحسين في مواقعهم. قطعا إخواني هؤلاء محبون مؤمنون صادقون يصدعون بالحق، لا تأخذهم بالله لوم الدائم. فيهم من فيه السبعين عاما يذكرنا بحبيب ومسلم بن عوسجة، وفيهم الصبي الصغير الذي يذكرنا بالقاسم ابن الحسن، صورة مصغرة لكربلاء الآن موجودة على جبهات القتال. يحتاجون الدعاء، يحتاجون الهمة، يحتاجون نكرر ما قلنا سالم ونحن نتعلم منكم، احرصوا أن تكونوا مع الحسين دائما، احرصوا على هذه الشعائر دمعة دمعة تجعل العلو يرتجف، لأنها دمعة حارة تنطلق من جمرة موجودة في قلب فيه الحسين عليه السلام. Thank you.
خليك معي. أنت الآن ونحن مع الحسين تحت نظر الزهراء العزاء لرسول الله، هو المعزى الأول، العزاء لأمير المؤمنين، كلهم حضور في كربلاء اليوم، اعطيني مجال، العزاء للزهراء، العزاء للحسن المجتبى، العزاء للأئمة الهداة والقادة الحماة، العزاء لصاحب الثار. يا حجة الله، هذه الوفود، هذه الوفود والأنصار. هذه الوفود والأنصار جاءت كمنكسرة من عند جدك الإمام الحسين، متجهة إلى الفرات، حاملة جرح العين واللواء والكفين، وهي تنادي بلسان حال سيد الشهداء: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي، ومعهم صوت عمتك زينب يتردد في الأرجاء. ماذا تصيح زينب وأخاه وعباس؟ يا قمر بني هاشم، يا حامل اللواء، يا بطل العلقمي، نحن بانتظارك. أين بطل كربلاء؟ أين صاحب الصولات؟ أين حامل حمى من بعد أمير المؤمنين؟ على المشفعة، وهذه الوفود قد جاءت من عندي سيد الشهداء على مسيرة الإمام الحسين لتنحني على قبرك. أيوة عباسا، مدينة من مدن العراق راية رمزية إلى العتبات المقدسة في كربلاء، وهذه السنة تقدم هذه الراية الرمزية باسم مواكبي وخدمتي الإمام الحسين، باسم أهالي بغداد العاصمة الحبيبة، لترفع هاهنا باسم الإمام الحسين عليه السلام. نستقبلها بالصلاة على محمد وآل محمد. Yeah.
الراية الحمراء من على قبة حامل اللواء. الآن هذه الراية التي تعني أن صاحب هذا القب لم يؤخذ بذلك. حشد الشعبي، اللهم ارحم شهداءنا الذين لبوا نداء يا حسين، لبوا نداء المرجعية الدينية في الحفظ، في حفظ العرض والشرف والدفاع عن الأرض بدمائهم الزكية. واحشرهم مع الحسين ومع أصحاب الحسين يا الله. اللهم تقبل منا هذا ولا تحرمنا من هذه النعمة.
اللهم اجعل خواتيم أعمالنا خيرا برضاء الحسين علينا، برضاء المولى أبي الفضل. اللهم احفظ شيعة علي بن أبي طالب في كافة أرجاء المعمورة يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا يا الصمد وياك والله نقطع عيده، علمنا العشق والموت نحمل عالظهر تابوت ونصون العقيده. حتى يوصل المثواك واحنا يا الصمد وياك والله نقطع عيده، علمنا العشق والموت نحمل عالظهر تابوت ونصون العقيده. لا تعتقد ننساك بين احسان عطفك، ما ننحني لعداك واحنا رباط جفك، ما مسنا عرق الوجل من سيفنا رجف الاجل. يا سيدي صدح النداء، لن يقربوا شرف الحرم.